هلو حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيستمع احنا شباب تبعتوا شايفين شاب شوي نزل السكين عن جد سكين، يعني ما اعرف شو بدخلكم حبايبي. غير سو ليتز ان جد بخير شباب، بقوا بلاش اي شيء يا صديقي مثل ما انتم شايفين شباب. لا تنسوا صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، احنا ناس لا تنسونا باللايكات وشوات البرتجات يا حلوين. اوكي وخلينا ندخل يا اساطير ونشوف الوضع شباب. هذا السكين طبعا شباب، هذا السكين شباب صراحه ما اعرف شو اسمه، اسمه حذاء ثواني، لا اسمه السكين حذاء ولا شو دخيله، لا والله ما فهمت شيء معلم حبيبي والله، لا اسمه المهم يمكن اسمه سكين الموج الازرق. تمام شباب، طبعا شباب هي عندنا هون الجاكيت تبعه. تمام صراحه يا شباب من السكنات، يعني من السكنات الحلوه كثير. اوكي شيء عجبني بالسكين شاب، طبعا هذا السكين شاب هالحذاء يشبه حذاء ايام زمان السكين الازرق، ما اعرف اذا ذكرتوا شباب هذا تبع البدله الزرقاء الكامله، فهمتوا علي كيف؟ عندنا هنا وشاح جديد شباب، اوكي شكل جديد، وعندنا هنا الشعرات شباب هيك زرق يعني حبيبي والله. اوكي يا اساطير مثل ما انتم شايفين شباب، طبعا لازم نشيل هذول التنتين. اوكي نشيل واحده من هالطرفين شباب ونعمل تاكيد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب، ان شاء الله كل يوم حظنا باللوز معلم. اوكي يلا روح اول لفه شباب، نقول بسم الله يلا ليتس جو. يا زلمه شو هيك يا زلمه، شو هيك يلا روح ان شاء الله شاي يطلع لنا شباب، يطلع لك شيء اول لفه ولا ثاني لفه معلم يكون عامل لوز نعم تزبطها معنا. اوكي خلونا ناخذ نفس، تمام نفس عميق. يلا بسم الله يلا ان شاء الله هي ان شاء الله قول يعني شباب، يعني 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 دائما يقدر يصير معي يعني ولا شلون دخيل الله يعني شباب، يعني يعني خلاص يعني معلم حالفين يمين يعني لازم تسكني يطول لاخر شويه والله ما يصير شباب، ولو فرحونا شوي قرينا حبيبي والله. اوكي شباب كم باقي لفه هون على كم لفه باقيين؟ والله هون لفه واحد اثنين ثلاثه أربعة اوكي خمس لفات، ان شاء الله يكفوا الجوار شباب، ان شاء الله يكفوا الجوار. ليتس جو ابلع بيض بيض. اوكي يلا هلف يا شباب ان شاء الله يلا هي شباب مثل ما انتم شايفين شباب، شوف شو طلعوا لي، شوف ركزوا معي شوف شو طلع لي يعني والله شباب يعني والله مو لا حول ولا قوه الا بالله. اوكي شباب يلا هلف ان شاء الله ليتس جو. اوكي هي 1 2 3 يا شباب والله يعني انا الصراحه مثل ما قلت لكم دائما يعني ابدا دائما فاقدين الامل شباب، دائما فاقدين الامل ما يمشي الحال. يلا روح ان شاء الله ممكن تطلع طول بلاك اقسم بالله شباب، فكرت هذا يا اخي ايه 5 دقائق نفتحهم من الان شباب، يعني خلينا اعطونا شو اسمه هالساعه. اوكي خلينا نجي لهون شباب نجيب ام السكين حبيبي والله يا سلام عليك. اوكي شباب هيك شكون جبنا ابو السكين شباب، الان خلينا نروح نفتحه الشباب ونشوف شكله معلم بالمخزنه ولا شلون حبيبي ولا نطلع على الشخصيه. اوكي انضم الى يكون اسطوره هذا هو شباب. اوكي شباب نرجع نشوف اول شيء بشكل اول شباب، مثل ما انتم شايفين عندنا هون الشعر هل هذول اوكي باللوز عندنا الشعرات هذول حبايبي مثل ما انتم شايفين. اوكي خلينا نحاول هذا الوشاح، تمام خلينا نحاول نشوف نجرب الوشاح هذا شو راح كيف راح يطلع الاشياء عليه، صراحه شيء مشكلس شيء حلو شيء باللوز. اوكي شباب هذا هو السكين حبايبي، خلينا ندخل نجرب التدريب شباب ومن بعد شباب راح نظبط له تظبيطه حلوه الشباب، انا بعرف منتظرين هذا الشيء. ليتس جو ندخل على التدريب نشوف الوضع، ليتس جو معلم يلا. شو هذا؟ والله فكرت فكرت انك يا سلمى شباب، فكرت والله تكون فكرت في شو اول مره يعني قبل كان موجوده هالنافذه هي كانت موجوده قبل ولا شيء كيف؟ والله ما اعرف شباب ما اتذكر. اوكي شباب اني واي خلينا نجي لهون شباب، كل ما بنجرب السكين شباب دائما بخرب، خلينا ناخذ الشوت جن، خلينا نجرب ناخذ الشوت جن الطويل معلم ليتس جو، خلينا ناخذ الشوت جن الطويل معلم ليتس جو معلم. اوكي هات لنشوف ونشوف وضع السكين شباب، طبعا شباب الدنيا هون الليل شوي مو مبين كثير بس انه نو بروبلم اني واي يعني اتس اوكي شباب السكين يعني ما له ضخم ولا كثير يعني فيه شوي هيك شوي ضخم بس ولكن شباب حبيبي ابلع ابلع على وجهك ابلع على وجهك يا زلمه شوف شو بيخرب بيتك يا زلمه يخرب بيتك علم يلا علم علم يلا علم 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 هات نشوف مين يلعب دروب لا هيك ما اتفقنا شباب هيك ما اتفقنا ابدا شباب يعني شوي خلينا نجرب السكين وعلم شوف كيف شو شكله باللعب حبيبي والله باللوز
يا سلام عليك. تمام تمام. هندخل نشوف معنا، شوف شوي تدريب كيف وضع تدريب. قول لي ما، قول لي ما، انت مانو، انت مانو، تعال هات راسك، هات راسك، هات راسك، هات راسك، هات راسك، هات راسك، وينك؟ يا اخي ايش راسه، راسه، راسه؟ وينو؟ وين راح؟ يا اخي وين راح هذا؟ اوو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 و
מעלה. لا خلاص شباب لا ما راح نكمل اكثر من هيك لانه شباب اذا كملنا اكثر من هيك شباب راح نعمل نفجر التدريب. لا احنا جايين شباب نشوف السكين شباب بتيم لكم شباب بيحب يشوف السكين شو نحط لهم. طبعا شباب كثير منكم بحبوا يشوفوا السكنات. طبعا شباب البزنس بالنسبه للبنطال يعني صاوش بس اشوف الوحشاه هذا كيف شكله. اوكي ياخذ الجسم كله تقريبا تمام. بالنسبة للبنطال يعني ما اعرف اذا نفكر شو نقدر نشله. طبعا شباب سوا خلينا نحط شوف البنطال بعرف شباب كثير بتحبوا تشوفوا البنطال جاهز. طبعا عشان ننزل على البنطال جاهز نجرب البنطال الجاهز بعرف طولوا لي بالكم. هذا البنطال جاهز شباب اوكي اتس اوكي. طبعا بالنسبة للحذاء شباب مش تمام بس ولكن على البنطال الجاهز ماشي حاله بس ولكن البنطال تبعه كمان يعني كويس. خلينا نشوف شو الجسم ثاني. خلينا نشوف هالجسم مثلا شو جسم اللون ازرق هذا كمان طالع. شوف شايف شو عم يخرب شوي السكين بس اتس اوكي. نجي نشوف شو ثاني. اوكي نشوف الساكورا مثلا جسم الساكورا كيف طالع عليه وحبيبي والله. هاي شوف شفت بعد فاير باس هذا تمام تمام. لا فاير باس ما يمشي حاله. لا والله هالفاير باس يعني طالع حلو يعني شباب شايفين هون على الزوم ماشي حاله تبع الفاير باس هذا حلو بس والله على الساكورا شباب يعني تشكت الساكورا طالع شيء مرتب. خلينا نحط له حزاء الفاير باس ثاني شباب تمام. شو رايكم؟ تعال ننزل لتحت نزل لتحت شباب بشكل سريع فرجيكم تعطوني. هاي والله على الحذاء هذا كمان طالع حلو. اوه والله شباب طالع شيء مرتب اذا هيك طالع حلو معناته على الحذاء الساكورا الفاير باس 2 راح يكون مرتب صراحه. اشي بلوش لتصبح اشي بلوش شباب. اعطونا لكم بالتعليقات حبايبنا الكرام اوكي تقييم كل السكين شباب الواحد الخمسه ولا الواحد من 10 اوكي حبايبنا الكرام. هيك بكون تم مقطع اليوم من الاساطير ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبنا. طبعا شباب بالنسبه للبسوس حبايبنا رح ناخذ استراحه بالبسوس هاليومين هذول اوكي حبايبنا. بنلتقي ان شاء الله يوم الاثنين شباب. جهزوا لي حالكم شباب تابعونا على الانستغرام على الفيسبوك بسوس مباشره تكون بالفيسبوك حبايبي. رح نعمل لكم بس شباب بس طويل كثير 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 شباب وترقبوا شباب عم بفكر بشيء جديد شباب نفكر فيه وراح نقول لكم اياه بكره باسرع وقت اوكي اساطير. سو حبايبنا بنشوفكم على خير ان شاء الله بسطتوا معنا هذا المقطع. بنشوفكم مقطع جديد وبنقلكم سلام عليكم وتصبحون على الف خير.